في شيء جديد برضو موجود اللي هو سرير أشعة حمراء، وهذه الأشعة الحمراء أو حتى بيكون زي القناع يتلبس على الوجه، بيكون جهاز بيدي أشعة حمراء. طب إيش حقيقة هذا الموضوع وإيش هي هذه الأشعة الحمراء؟ إيش تسوي مثلا؟ الأشعة الحمراء أو أشعة ما تحت الحمراء حتى هذه طريقة نعم علمية بتساعد مو على شد الجلد، بتساعد على أنها تخفف من نسبة الجراثيم اللي متواجدة على سطح البشرة، خاصة للأشخاص اللي عندهم حب شباب، اللي عندهم مشاكل في الجلد، إفرازات زائدة، عندهم مشاكل في حب الشباب. نعم بتساعد، لكن هل بتزيل تجاعيد؟ لا ما بتزيل تجاعيد. هل بتساعد على تجديد شباب البشرة؟ لا ما بتساعد. بتساعد على المحافظة على نقاوة البشرة، بالتخلص من الأسباب اللي بتتسبب تكاثر البكتيريا في على سطح البشرة. نعم لها فوائد، لكن لازم لها تكرار. يعني العلاجات هذه يبغى لها مرتين ثلاث مرات في الأسبوع تجي زيارة للمركز عشان تعمله. التسويق له بطريقة تجارية أنه يشد الجلد ويساعد على نضارة البشرة ويساعد على أنه تجديد الشباب، ما هي صحيح. ما هم يجون على الوتر الحساس اللي هو يحارب الشيخوخة ويشد الترهلات ويعزز الكولاجين، وهذا هو أكثر تسويق بيستخدمه. كمان لاحظت يا دكتور، وهذا آخر شيء يعني اللي شفته واستغربت فيه، أنه أذهب لأخذ جلسات أكسجين لمدة 10 دقائق بسعرها $120. طب ليش هذه الجلسات؟ هذه عشان تعزز الكولاجين وتحافظ على شباب البشرة. يعني هذا شيء غريب، ما صحة هذا الكلام؟ العلاج بالأكسجين والعلاج ما هو دائما ما بيستخدموا أكسجين لحاله، بيستخدموا مع سيرم يخلطوه بيضخوا غاز أكسجين. لو ضخوا هواء المريض ما حيعرف، لكن الأكسجين موجود في الهواء، ليش الجلد ما يمتصه؟ طيب هذا هو فإنك تضخ نسبة أكسجين، هذه ايوه تضخ اكسجين ما يأثر كثير من برا، لكن الضغط حق الغاز زايدا وجود السيرم في المحلول اللي بينضخ هو ذا بيضغط السيرم بيدخله تحت الجلد فبيساعد على نضارة الجلد. فما هو الاكسجين، هو المحتويات اللي مع الاكسجين وطريقة الضخ اللي بالغاز، هذه هي اللي بتساعد على تعطي البشرة النضارة اللي بيدوروا عليها بالغاز. لكن طبعا التسويق هذا علم وبحر، فلا بد ان نطلع شيء جديد، نخلي المريض يجي عند المركز الفلاني والمركز العلاني اكثر من غيره، ونقول له علاج بالاكسجين ونرفع السعر علشان الناس يقبلوا اكثر. وهذه ظاهره غريبه، يعني كل ما زاد السعر كل ما زاد الاقبال. بالضبط، يقول لك هذا غالي معناته انه اكيد حيشد الترهلات والتجاعيد وحارجع 20 سنة ورا، وهذا اللي بنشوفه كثير يا دكتور. وكل يوم في شيء جديد في عالم التجميل، وطبعا عارفين انهم احنا السيدات ينضحك علينا بسرعة تحت مسمى هذا الشيء رح يرجعك شباب مرة أخرى. دكتور جرب جمال، ما, ما, ما ينضحك عليكم انت، ما شاء الله عليكم. بنحاول نكون عندنا وعي. استشاري جراحة التجميل دكتور جمال جمعة، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.